28 الأربعاء 28 من ديسمبر 2022. هذا بدائل حبوب اللقاح والنحل شغال عليها بسم الله ما شاء الله، مؤثرة تأثيرا قويا على الخلايا وعلى وضع البيض وعلى نشاط الملكة وعلى عمل النحل في الخلايا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بدائل حبوب اللقاح فعالة والنحل نشط، الملكة واضعة للبيض بكميات كبيرة، وهنشوف مع بعض وضع الخلية. يعتبر خلية قوية دلوقتي، مش مجرد طرد ولا خلية ضعيفة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هذا بدائل حبوب اللقاح والنحل شغال عليها، بكده بتنشط الخلية وتقوى الملكة، وبيزيد عدد النحل في الخلية ووضع البيض مع تشتية للنحل، مع التشتية للنحل في هذه المدة وهذا الوقت من العام 28/12/2022. شايفين بدائل حبوب اللقاح عليها بروبليس اللي فوق ده، اللي على الخشب ده، ده بروبليس. اللي على الكيس بتاع بدائل حبوب اللقاح ده بروبليس. وهنشوف الخلية مع بعض. بسم الله ما شاء الله، أثر بدائل حبوب اللقاح في الخلية هنشوفها مع بعض. هنشوف مع بعض البروبليز ماسك الكيس اهو من كل ناحية، والنحل فيه في الكيس جوه في البدائل بيسحب منها. هنشوف الخلية. ده البروبليز او العقبر او صمغ النحل. هنركن كده اخر بروزين، طبعا دول فيهم عسل اهو مركون كده، احنا مش عايزين مناش العسل دلوقتي، احنا سايبين النحل ياخد منه ويتغذى عليه، والولده اللي طالعه هتتغذى عليه. احنا يهمنا دلوقتي وضع البيض عشان النحل ينشط، وضع البيض عشان النحل ينشط. ده برواز اهوت فيه رش خفيف، هننقله في النص بين البراويز اللي فيها الحضنة. ده برضو ما فيهوش حضنة لسه، في نحل خفيف. هنشوف الاربع برويز اللي فاضلين دول هيبقى وضعهم ايه يا جماعة مع بعض. هنا بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده خلاص البرواز مليان والملكة شغالة، زودت من وضع البيض اهو. اللي فوق على البرواز ده بروبليس اللي هو صمغ النحل او العقبر. خلاص هنشوف البرواز اللي بعده اهو، الملكة فردة فيه بيض جديد من الناحيتين اهو، فردة فيه بيض ماشي. احنا كده هنحط جوه، هنزود براويز في الداخل علشان اتحط فيها بيض. هنا برضو
الملكة حاطة بيض جديد وفي بيض قديم خرج ماشي، هنضم الخلية. وطبعا كده احنا بنقول ان فعلا حبوب بدائل حبوب اللقاح موجودة وفعالة، والنحل شغال. هننزل ده في النص هنا عشان الملكة تحط فيه بيض، وهنضم الخلية مرة تانية. طبعا الكيس اهوت اللي احنا شايفينه ده اللي فيه النحل اللي هو فيه بدائل حبوب اللقاح، النحل شغال عليه. هنغطي الخلية بتاعتنا لان الجو بارد، احنا في اخر شهر 12 يعني داخلين على شهر 1 نهار 28/12، وكده نعمل تدفئة للنحل. هنا اللي احبابنا وعزائنا مشاهدي القناة، كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.